انهار والدها حزنا عليها، وورقة النعوة كشفت أمرا غريبا. زين المرعبي إلى مثواها الأخير تاركة سرا وراءها. ودعت مدينة طرابلس اليوم جثمان ابنتها الشابة زينة المرعبي، أم الثلاثة فتيات ومنسقة أعمال الفنان اللبناني جورج الراسي، إلى مثواها الأخير بعد أن لاقت مصرعها في حادث السير الأليم مع جورج الراسي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية بعد عودته من حفله في سوريا. ونعت العائلة ابنتها الشابة بعد تلقيهم خبر وفاتها الذي أصابهم بالصدمة، ودخل والدها حالة انهيار وعدم تصديق فقدان ابنته الشابة التي تركت خلفها ثلاث بنات هم نايا، يسمى وزينة، لم يعرف مصيرهم مع من سيكون حتى الساعة، حيث برز في ورقة النعوة شيء غريب جدا، وهو عدم ذكر زوجها، ما يفتح المجال أمام فرضية أنها مطلقة وحاصلة على حضانة فتياتها كونها ابنة عقيد متقاعد. وتعتبر زينة ابنة عائلة معروفة على الصعيد الاجتماعي، إذ أن والدها هو العقيد المتقاعد في الأمن العام محمد المرعبي، وشقيقتها شيرين مديرة فرع في بنك عودي، كما أن شقيقها ربيع هو مدير إقليمي في بنك بيبلوس.